أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وبجل وعظم وأنعم. اللهم اكشف لنا عن حال نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ظاهرا وباطنا، واجعله لنا الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة، وارزقنا حسن وكمال الاقتداء والائتساء به صلى الله عليه وسلم، واجعلنا أسعد خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأفرح خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك يا أجود الأجودين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا نقرأ في كتاب الشفاء للقاضي عياض، ووقفنا نقرأ جزء من المتن ثم الشرح الحاشية. قال الإمام القاضي عياض: لكني لما رجوته لي ولك في هذا السؤال والجواب من نوال وثواب بتعريف قدره الجسيم وخلقه العظيم وبيان خصائصه التي لم تجتمع قبل في مخلوق ولا يدان الله تعالى به من حقه الذي هو أرفع الحقوق، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولما أخذ الله تعالى على الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه، ولما حدثنا به أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه بقراءة عليه قال: حدثنا الحسين بن محمد قال: حدثنا أبو عمر النمري قال: حدثنا أبو محمد ابن عبد المؤمن قال: حدثنا أبو بكر ابن بكر قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا سليمان بن الأشعث قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: حدثنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فبادرت إلى نكت مسفرة عن وجه الغرض مؤديا من ذلك الحق المفترض، واختلستها على استعجال لما المرء بصدده من شغل البدن والبال. وقفنا إحنا المرة فاتت عن إيه؟ بتعريف قدره العظيم صلى الله عليه وسلم. قاد الإمام القاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه بتعريف قدره العظيم قدره الجسيم وخلقه العظيم. خلقه بالضمتين، ويسكن الثاني خلقه أي بسبب تبيينهما، بتعريف سبب تبيينهم، تبيين إيه؟ القدر العظيم والخلق، القدر الجسيم والخلق العظيم. وبيان خصائصه أي فضائله المختصة به التي لم تجتمع قبل، أي قبل خلقه في مخلوق، ومن المعلوم استحالة وجود مثله بعده صلى الله عليه وسلم. وما يدان أي وبيان ما يطاع الله تعالى به أي ويتخذ دينا من حقه الذي هو أرفع الحقوق أي بعد حق الحق سبحانه وتعالى، ليستيقن متعلق بتعريف أي ليثبت أو يتيقن الذين أوتوا الكتاب أي نبوته إيقانا. يريد العلماء به، ويزداد أي بذلك الذين آمنوا إيمانا، يريد العوام أو الأعم والله أعلم. ثم قوله ليستيقن علة لقوله بتعريف قدره وبيان خصائصه. وأما قول التلمساني
أي لكني أفعل لما رجوته وليستيقن، فمخالف للنسخ المصححة حيث لم يوجد فيها الواو، إنما ليستيقن على طول بدون واو، لأن الواو تقتضي العطف، يعني إن هذا غير هذا، والعطف يقتضي المغايرة، حيث لم يوجد فيها الواو العاطفة. ولما سلام سيدنا، ولما عطف على لما رجوته، أي ولأجل ما أخذ الله على الذين أوتوا الكتاب، أي من الميثاق، وفي نسخة ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أي من العلماء، ليبيننه بفتح اللام على أنه جواب للقسم الذي ناب عنه قوله أخذ الله ميثاق الذين أوتوا، أي الذين استحلفهم، والمعنى ليظهرن أمر محمد صلى الله عليه وسلم جميعه للناس ولا يكتمونه، أي شيئا منه، لا يكتمون شيئا منه، وهو المناسب للمقام أو الضمير للكتاب، وهو مشتمل على المرام. طيب نشرح بقى شرح الشيخ الخفاجي. قال: بتعريف قدره صلى الله عليه وسلم الجسيم، التعريف التبيين، والباء سببية، بتعريف بسبب تعريف، أي بسبب تبيين، والقدر شرف الرتبة، والجسيم العظيم، العظيم الجسم، خلاص قدره الجسيم أي الجسيم العظيم الجسم، فأريد به مطلق العظيم على أنه مجاز مرسل أو استعارة بتشبيه العظيم المعنوي بالحسي، استعارة بتشبيه العظيم المعنوي بالعظم الحسي. والقدر الجسيم إن كان علو مرتبة عند الله تعالى والناس فهو مغاير لما بعده اللي هو وخلقه العظيم، يبقى مغاير، لو كان مراد علو مرتبته عند الله تعالى والناس فهو مغاير لما بعده، أي كلمة خلقه العظيم. وعطفه عليه ظاهر، يبقى ده قسم وده قسم، قسم الخلق وقسم الايه القدر، ده لو قلنا ان العطف مغايرة. وان اريد اتصافه بكل صفة حميدة فهو من عطف الخاص على العام. والى كل منهما ذهب بعض الشراح، بعضهم قال قدره الجسيم غير خلقه العظيم، ويبقى دول قسمين، وبعضهم قالوا ان ده عطف العام الخاص على العام، يبقى معطوف عليه وبعدين معطوف، فيبقى ايه عطف العام الخاص اللي هو قدره الجسيم، ها، ويبقى العام اللي هو خلقه العظيم، ماشي، من باب عطف الخاص على العام، لان المعطوف عليه يتقدم المعطوف، بعكس الايه المضاف والمضاف اليه، المضاف وبعدين المضاف اليه، لكن في المعطوف والمعطوف عليه ان المعطوف بيجي الاول، والمعطوف عليه الاول وبعدين المعطوف بعد ذلك، خلاص. والى كل انهما ذهب بعض الشراح، بعض الشراح قال ان قدر الجسيم قسم وخلق العظيم قسم تاني مكمل له، وبعضهم قال لا، ده قدر الجسيم داخل في خلقه العظيم، ماشي، من باب عطف الخاص على العام. وخلقه العظيم الخلق بضمتين، ويسكن ثانيه تخفيفا، خلق ساعات يقول خلق، والخلق أو الخلق هو الطبيعة والسجية، وقد عرفوه بأنه ملكة للنفس تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير فكر وروية. الله الله الله، الخلق اللي هو الطبع، مقصود بالطبع، ماشي، وتعريف الخلق ده، ما الحواشي دي فيها حاجات عجيبة، تعريف الخلق ده، الخلق ايه؟ هو الطبيعة والسجية، طبيعة نفسية كده بدون ايه؟ وسجية. قالوا وملك ايضا، وقد عرفوه بانه ملكة للنفس، الخلق ده ملكة للنفس، زي خلق الكرم ده ملكة للنفس، ماشي، ملكة للنفس تصدر عنها الافعال بسهولة من غير فكر، ها؟ من غير فكر وروية، أيوة من غير روية، أي تروي، يعني إيه؟ انتظار وبحث في إيه؟
فخرج بالملكة كل عارض غير قار من الأحوال، وبصدوره عن النفس ما يصدر عن الجوارح. لكن ما يصدر عن الجوارح ده أثر الملكة، خلاص، فرق بين الملكة وبين أثرها، كالكتابة وغيرها من الصنائع. وخرج بكيد السهولة، بقيد السهولة أنها تخرج بسهولة ما كان بصعوبة، كالصبر على بعض النوائب. لكن بعد التمرس تجد أنه عنده الصبر ده شيء منطلق سهل، يبقى أصبح ملك. لكن في الأول بيتصبر على النوائب دي فبتحتاج إيه؟ صعوبة. وكذا ما صدر بغير تفكر فكله لا يسمى خلقا. والخلق للنفس بمنزلة الخلق للبدن، الخلق للنفس بمنزلة الخلق للبدن. والخلق الحسن من أعظم المنن من الله تعالى، أي على الإنسان. وفي الحديث أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى، أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وفي الحديث أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وخلق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأخلاق، قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وسيأتي الكلام فيه. وبيان خصائصه جمع خصيصة أو خصيصة، وهي ما خص الله تعالى به فانفرد به عن كل ما سواه، أو قسم تاني من فرد به عن غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو من فرض به عن أمته صلى الله عليه وسلم. والأولى خصائص مطلقة حقيقية، اللي هي من فرض به عن كل ما سواه، خلاص، دي خصائص مطلقة حقيقية. وما عداها خصائص إضافية، لأن في نوع يشتركان في شيء لكن واحد بارع فيه، يبقى دي الخصيصة مشتركة بينهما لأنه أحدهما أفوق متفوق فيها. وما عداها إضافية، وليس جمع خاصة، خصائص مش جمع خاصة، لا جمع خصيصة، خلاص، وليس جمع خاصة لأنها كالخاص خلاف العامة، أي ضد العامة، خاصة ضد العامة، لا بمعنى تفرد به، ولا الخاصة بمعنى الأثر الذي لا يظهر بسببه، ها، كجذب المغناطيس الحديد، كجذب المغناطيس والحديدة في مصطلح الأطباء، ده خاصة الجذب دي، إنما مقصود بها الخصيصة. وكخواص التراكيب عند أهل المعاني، أهل معاني اللغة عندهم خواص التراكيب على ما فصل في شرح المفتاح، وما ذهب إليه بعض علماء الشافعية من منع الكلام على الخصائص النبوية. ده اعتراض، هل يجوز الكلام في الخصائص النبوية أم ممنوع؟ وما ذهب إليه بعض الشافعي علماء الشافعية من منع الكلام على الخصائص النبوية أو كراهته، قيل أنه متأول، وقيل غير صحيح كما في الخصائص الكبرى للسيوطي، وسيأتي بيانه. وقيل محل الخلاف بيان ما حرم عليه كنزع لأمته وخائنة الأعين، وفيه نظر. وقيل محل الخلاف بيان ما حرم عليه، ما تبينش الأشياء، يعني إيه، قالوا النهي والكراهة للأشياء التي حرمت عليه كنزع لأمته. إن سيدنا جبريل لما انتهت غزوة الخندق فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع لأمته، بعد لأمته، يعني اللأمة هي آلة الحرب، اللأمة آلة الحرب، فذهب إلى بيته الشريف صلى الله عليه وسلم وخلع لأمته، أي آلة الحرب. وكان علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيانة بني قريظة، فجاءه جبريل وقال قد خلعت لأمتك، إن الملائكة لم تخلع لأمتها، وأمره أن يلبس لأمته مرة أخرى عدة الحرب ويذهب إلى بني قريظة ويستأصله. وكان بقى ذهب إلى بني قريظة وما إلى ذلك، فذا كان منهي عنه. وخائنة الأعين، لما دخل الرجل وأراد أن يتوب فالرسول سكت مر، لم يقبل توبته،
وبعدين الرجل طلب التوبة مرة أخرى فالرسول سكت، فطلب المرة الثالثة فالرسول أجابه. فلما خرج الرجل قالوا يا رسول الله لما يعني سكت؟ قال يعني إن هذا يعني منافق أو معنى كلامه. فقالوا يا رسول الله هل أشرت إلينا بعينك؟ فقال ما يكون للنبي أن يكون خائنة أن يكون له خائنة أعين. إنه يشير لهم كده ما يعملش كده النبي خلاص، ما منهي عن خائنة الأعين. وفيه نظر إن لا يتعلم أيضا خواصه لأنها أشياء محرمة عليه دون غيره، فهو أكثر ثوابا بتحريمها عليه وامتثاله الأمر لله تعالى، ماشي بياخد ثواب أكتر في الامتناع عن محرمات، والمحرمات عليه أكتر من المحرمات على بقية البشر. وفيه نظر الكلام ده، وإحنا رددنا عليه بأن إيه المحرمات يؤجر فيها أجر الواجبات، ها، وأن المحرمات الزائدة عليه عن تكون فيها الأجر الأوفر. والحق أن كلا منها ما يلزم ذكره لئلا يقتدى به، أن كل الأشياء دي يلزم ذكره لئلا يقتدى به، حتى المحرمات، لأن خائنة الأعين عندنا مش محرمة خلاص. واحد أنت عايز تغمز له بحاجة عشان تشير إلى شيء ينتج عنه ضرر كبير، فدي خائنة أعين، لكن يجوز، لكن هو عليه الصلاة والسلام لا، مطلقا من أصلها. وأيضا أن يجوز للإنسان أن يخلع عدة الحرب ثم يلبسها مرة أخرى ويحارب، أيوة يجوز، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن معينة ما يجوزش أنه يخلع لأمة، لألا يقتدي به غيره، أي في هذه الأشياء الخصوصيات من المحرمات عليه، أو يدفع توهم ارتكابه لغير المشروع. عشان نقول أن ده كان مش مشروع وشرع، فالرسول ما يعرفش أنه إيه يحرم عليه أنه هو يخلع أن لا ما هو خلعها، ما عرفش، ولكن عرف أن إيه يعني الحالتين، أنه ما كانش يعرف أنه يعلم، كان لا يعلم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن خلع اللأمة حرام عدة الحرب في هذا الموضع، لكن في أي مكان تاني كان بيخلع لأمته، فعلمه جبريل أن هنا إيه ما تخلعش لأقمتك لأنك يجب عليك أن تمضي إلى بني قريظة خلاص. والمسألة الثانية اللي هي إيه، خائنة الأعين دي معروفة، إنه أعلم أنه لا يكون النبي أنه يكون له خائنة أعين فما عملهاش. أو يدفع توهم ارتكابه لغير المشروع، إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كزيادة زوجاته على 4، يقول ده المشروع 4، اشمعنى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9؟ عايزين ندفع التوهم ده لأن دي خصوصية. ايه دليل انها خصوصية خلاص. وما هو مستحب كغيرها، يبقى بيان الحق ان منها ما يلزم ذكره لئلا يقتدى، يعني يلزم بيانه لئلا يقتدى به، لئلا يقتدي به غيره، او يدفع توهم ارتكابه لغير المشروع كزيادة زوجاته على 4. وايضا ما هو مستحب ان نبينه اللي هي بقية الخصوصيات التي لا تندرج تحت البند ده. وما هو مستحب كغيرها، أي من الخصوصيات، ويدخل فيها ما اختصت به أمته عليه الصلاة والسلام، ها، لأنها ما أتت خصوصياته هو خصوصية الأمة إلا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم خلاص. وإذا عرفت هذا فقوله، لذلك قال أحلت لي الغنائم ولم تحلل أحد قبلي، وبعدين اتحلت لأمته صلى الله عليه وسلم تبعا له صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفت هذا فقوله التي لم تجتمع قبله في مخلوق، بيان شامل لسائر الأقسام، لأن المراد أنه تفرد بمجموعها دون كل فرد منها، فعرفه بين الأقسام، سواء التي لم يشارك أحد فيها خلق في الخلق، أو التي شارك فيها الأنبياء، أو شركته فيه الأمة، فده بيان أنواع الخصوصيات التي لم تجتمع قبله في مخلوق، مجموعهم كده الثلاث أقسام دول لم تجتمع في مخلوق قبله عليه الصلاة والسلام، بيان شامل لسائر الأقسام، لأن المراد أنه تفرد بمجموعها دون كل فرد منها فعرفه، لأن ممكن تفرد مجموعة تفردا مطلقا بمجموع الثلاث أقسام،
بينما الأنبياء ممكن هو يشاركهم في بعض المعجزات ها وبعض الخصائص ها. كون الأنبياء لا ينامون معظم، وأن فضلتهم طاهرة عند الجمهور معظم، وما يدان الله تعالى به أن يعبدوا ويطاعوا ويطاعوا لأمره به من الدين المعروف، وهو معطوف على خصائصه وقيل على قدره. الدين أجيب حاجة من عندي مرة، وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. الدين تعرفه إيه؟ وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة. ها؟ باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات، لهؤلاء الذين اختاروا دول. وما يدان الله تعالى به أي يعبد ويطاع لأمره به من الدين المعروف، اللي أنا قلت التعريف بتاعه، وهو معطوف على خصائصه وقيل على قدره. لا، هو معطوف على خصائصه لأنه بيان ما يدان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة قدره الشريف. من حقه بيان لما وقد ورد في الأدعية المأثورة: أسألك بحق محمد، فقالوا المراد بحقه رتبته ومنزلته، أو الحق الذي جعل الله له على أمته تفضلا به عليه، كما في الضر المنظم لابن حجر. من حقه بيان لما قد ورد في الأدعية المأثورة: أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم، ذاتا وصفات ذات الشريفة العلية. فقالوا المراد بحقه رتبته ومنزلته، والأصح أنه ذات الشريفة بما فيها طبعا يتبع لها المنزلة والإيه والرتبة، أو الحق الذي جعل الله له على أمته تفضلا به عليه، كما في الدر المنظم لابن حجر أي الهيتمي. الدر المنظم في زيارة القبر المعظم للحافظ للشيخ الإسلام الشيخ ابن حجر الهيتمي الشافعي. والمراد هنا الثاني اللي هو حق الأمة عليه، حق بل حق حقه على الأمة الحق الذي جعله الله تعالى على أمته تفضلا به سبحانه وتعالى عليه صلى الله عليه وسلم، وهو ما يجب له صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم على أمته، ما يجب له على أمته. من حق بمعنى من حق بمعنى ثبت، ويجوز أن يراد به ما يقابل الباطل من اليقين الثابت حقيته بالدليل، ويجوز أن يراد به أن يراد به ما يقابل الباطل، الحق مقابل الباطل. من اليقين الثابت حقيته بالدليل، كما قيل وفيه تكلف كالقول بأن من للتبعيد، لأن إضافته للعموم فلو كانت بيانية لزم ادعاء بيان جميع حقوقه أو المراد جنس الحقوق. فتأمل: الذي هو أرفع الحقوق صفة مادحة، والمراد أنها أرفع من غيرها من حقوق البشر لا مما عداها حتى حقوق الله تعالى. فالذي عليه حق بعد حقوق الله تعالى سيد البشر، هو صاحب الحق على البشر بعد الله تعالى. طيب، الذي هو أرفع الحقوق أي بعد حق الله تعالى صفة مادحة اللي أرفع الحقوق، والمراد أنها أرفع من غيرها من حقوق البشر لا مما عداها حتى حق الله حتى حقوق الله تعالى. وأرفع من الرفعة وهي العلو والشرف، فتعريف الحقوق للعهد أو للاستغراق العرفي، ويجوز أن يكون صفة مخصصة للحق، وتخصيص الأرفع منها بالذكر اهتماما به، والمراد بيانه على طريق الإجمال إذ التفصيل يضيق عنه الحصر. حقوق السيد المصطفى تفصيلا يضيق عنها الحصر. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. الاستيقان استفعال من اليقين
من يقن كفرح واستيقن وتيقن وأيقن، بمعنى علم علما محققا لا شبهة فيه لإتقانه بالأدلة. علم علما محققا، ولذلك قالوا في التوحيد اليقين والمعرفة والعلم مترادفان. ماشي. بمعنى أي ليستيقن علم علما محققا لا شبهة فيه لإتقانه، أي ذلك العلم بالأدلة النافية للشبهة للشبه. ولذا قيل أنه لا يوصف به علم الله تعالى باليقين، ها، لأنه بيكون عن دليل، ها، ويكون بتحصيل. فلا يوصف علم الله تعالى باليقين، أن الله يتيقن، واضح؟ لا يوصف أن الله يتيقن كذا، لا، الله يعلم، ماشي. لكن لا يوصف علم الله تعالى باليقين، ها، لأنه إيه، بيكون في حاجتين غير لائقتين بالله تعالى، ها، وهو إيه، ان يكون علم عن دليل، ها، وانه يكون يحصله، يعني في تحصيل، وانه عن دليل. ويقال بلج اليقين دون العلم كما فصلناه في عناية القاضي. وقوله يزداد انفعال من الزيادة، وفيه دليل على ان الايمان يقبل الزيادة والنقص، والكلام فيه مفصل في محله لا حاجة لنا به هنا. طيب، إن الإيمان يزيد وينقص ده إجماع أهل السنة والجماعة، ولكن أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنما كمال الإيمان هو الذي يزيد وينقص. أصل الإيمان دي إيمانيات ثابتة، إلا أن أصله أيضا قد نعبر عنه بأنه له حجم معين، وبعد كده يحيطه بالأعمال والكمالات التي هي تابعة لأصل الإيمان. فأصله مختلف من الإنسان لإنسان. فإيمان أبو بكر في أصله ليس كإيمان بقية الناس، لكن الإيمان ده بقى يكمل بالأعمال، ها، ويزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كما قال إجماع أهل الأمة. قال الإمام البخاري: لقيت 1000 عالم كلهم يقول أن الإيمان علم وعمل، وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، لكن مش أصل الإيمان. أصل الإيمان لا يتأثر بالطاعة والمعصية، خلاص، لأنك أنت مؤمن بالله ما تأثرش، لكن ينقص كماله، كمال الإيمان ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعات، مش أصله اللي بينقص. ولذلك ده اللي قالوا أصله ينقص ده يعني يقدح في أصل الإيمان المعاصي، ده مش أهل سنة. إنما الذين قالوا يقدح في أصل الإيمان المعاصي المعتزلة، الإباضية، ها، والخوارج، يقولوا إن المعصية تكفر الإنسان، ها، أي تقدح في أصل إيمانه. لكن عند أهل السنة المعصية لا تقدح في أصل الإيمان، أصل الإيمان ثابت، ها، وإنما تقدح في زيادته ونقصانه فقط. وقوله يزداد انفعال من الزيادة، وفيه دليل على أن الإيمان يقبل الزيادة والنقص، والكلام فيه مفصل في محله لا حاجة لنا به هنا. واقتبس المصنف رحمه الله تعالى الآية هنا تعليلا لتعريف قدره وخلقه وخصائصه الذي به يتيقن ذلك، تعريف اليقين يعني، أو لكون أنعمه بدت ببيان حقوقه، أو لكون أنعمه صلى الله عليه وسلم بدت ببيان حقوقه، إن نعمته على الخلق لا تحصى عليه الصلاة والسلام، خلاص، نعمة مخلوق على مخلوق، إلا أنه أوفى وأكمل الخلق نعمة على المخلوقات كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأنعمه بدت ببيان حقوقه، أي ظهرت الأنعم ببيان حقوقه، فكأنه قال بتعريف فضائله وخصائصه بتحقق تيقن أهل الكتاب حقية رسالته لموافقته لنعمته المذكور في كتبهم، بتحقيق تيقن أهل الكتاب، يبقى حصل عندهم اليقين بحقية رسالته لموافقته لنعمته المذكور في كتبهم،
ويزداد إيمانا المؤمنين من أمته بتحقق ما له صلى الله عليه وسلم من المحامد. فالمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، والكتاب التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب السماوية. وتخصيص هؤلاء بالذكر ليس للحصر، لأن المراد تعميمه وشموله لجميع أهل العلم بأحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا بمجرد اتباع معنى النظم القرآني. إن لا يقصد أهل الكتاب هنا فقط، لا، من له شبهة كتاب سماوي ومن ليس له شبهة كتاب، حتى المجوس والسيخ وما إلى ذلك. فإذا وصلوا إلى العلم اليقيني هيؤمنوا. فالمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، والكتاب التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب السماوية. وتخصيص هؤلاء بالذكر ليس للحصر، يعني لما قال أهل الكتاب يبقى مقصود اليهود والنصارى بس، لا، ده مش للحصر. تخصيصهم بالذكر لا يفيد الحصر، إنما ده بعض ذكر أفراد العام. ها، العام أهل الكتاب واليهود والنصارى والمجوس والسيخ وما إلى ذلك، وتخصيصهم بالذكر لا يفيد أنهم مخصصين، لا، ده من باب إفراد بعض أفراد العام بالذكر لا يخصصه، خلاص، لأن المراد تعميمه وشموله لجميع أهل العلم بأحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا بمجرد اتباع معنى النظم القرآني، وإن لم يطابق السياق كما قيل. وقد يقال المراد بالذين أوتوا الكتاب أهل العلم بالتفسير والحديث، وبمن بعدهم من عداهم، اللي هم اللي مش أهل العلم بقى، العوام من المؤمنين، يبقى أهل الكتاب. وقد يقال المراد بالذين أوتوا الكتاب أهل العلم بالتفسير والحديث من أمة سيدنا صلى الله عليه وسلم، اللي هم المخصوصين بالعلم الذين اختصهم الله بالعلم. ها، ومراد بقى بالمؤمنين بعد كده، بمن بعدهم أي المؤمنين، من عداهم من المؤمنين. والمعنى أن هذا التعريف المتيقن ما تضمنه العلماء ويزيد إيمان العوام، يبقى أصبح التعريف لليقين مراد به العلماء، ما تضمنه العلماء، ها، ويزيد إيمان العوام. ويجوز للمقتبس أن يقصد غير المراد به على طريق التمثيل. الله. وإن كانت هذه الآية وردت في عدد خزنة جهنم. الله. المقتبس يجوز أن يقتبس مما يقتبس منه القرآن أو السنة أو ما إلى ذلك، ها، أن يقصد غير المراد به على طريق التمثيل. وإن كانت هذه الآية وردت في عدد خزنة جهنم، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن، ماشي، عليها 19 الآية اللي قبلها، وكونهم 19 فإنه مما استيقنه أهل الكتاب لموافقته ما عندهم. أهل الكتاب عارفين إن إيه خزنة جهنم 19. وازداد إيمان غيرهم لعلمهم بذلك. وفي الآية دليل على أن الإيمان يقبل الزيادة والنقصان، والكلام فيه مشهور فلا حاجة لذكره، إذ لا يخفى أن إيمان الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام ليس كإيمان غيرهم. إيمان الملائكة ثابت، وإيمان الأنبياء والرسل يزداد ولا ينقص، وإيمان بقية الخلائق يزيد وينقص. فإن قلنا بدخول الأعمال فيه فهو ظاهر كما بين في الأصول، أي في كتب أصول الدين بين أن إيه دخول الأعمال فيه، وذلك مما خالف فيه مذهب الماتريدية والأحناف، مذهب الجمهور في أن الإيمان جزء منه العمل، شرط في الإيمان العمل، والشرط جزء، ماشي، لكن الجمهور على أنه كما قلنا أولا أنه الإيمان ده شيء اعتقاد قلبي، التصديق والإذعان فقط بالقلب، ها، ولا تعلق له في أصله بالأفعال بالطاعات والمعاصي، وإنما الطاعات تزيد حول الأصل والمعاصي تنقص ما حول الأصل، ماشي، لكن الأصل ثابت.
قال: ولما بكسر اللام وتخفيف الميم من ماء الموصولة أو الموصوفة وتقدير العائد كما مر هو علة ثانية للتعريف المستفاد من هذا الكتاب. ولما أخذ الله على الذين أوتوا الكتاب، ونقف هنا عند لما، نكتفي بصفحة كل مرة عشان إيه، المادة العلمية غزيرة وإحنا بنحاول نفصل فيها كده قليلا قليلا. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين على ما أنعم وأولى وابتلى وأفاض وأعان وحفظ وعصم، فله الحمد والمنة وله الشكر على النعمة. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله.